عسلامة. الله يسلمك. مرحبا بيك. وبيك. اخترت تحكي معنا اليوم بخصوص القضية الفلسطينية، تفضل. والله اليوم القضية الفلسطينية هي القضية الفارضة روحها اليوم، قضية العالم. أنا اليوم قضية العالم وحرار العالم خاصة. والحقيقة أول مبدأ الموقف الفلسطيني هو يوم 7 أكتوبر. 7 أكتوبر يعتبر يوم تاريخي، وهو يوم انتصار عظيم، وهو نسميه بالمعنى التاريخي، وهو يعني اليوم المجيد لأكتوبر، لسبعة أكتوبر المجيد. ودشنت حقيقة عصر آخر في المقاومة، وتعتبر بكل مقاييس وكل خبراء هي بداية عملية التحرير. هذه معركة حقيقة معركة من المعارك الاستراتيجية في علاقة بمعركة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وبطبيعة الحال هذا الصراع صراع طويل، صراع تاريخي. وهذا الموقف الاستراتيجي للمقاومة لم يكن هكذا. ثم برشا ناس عبالهم هكذا، عبالهم حركة حماس أو المقاومة الفلسطينية قامت بين يوم وعشية وقامت ب 7 أكتوبر. لا، 7 أكتوبر جاء كرد طبيعي على الإهانات ولكل الانتهاكات المستمرة، سواء في المسجد الأقصى، سواء في تهويد الأراضي، سواء في تهويد القدس، سواء في التنكيل بأبناء شعبنا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، يعني شهورا ودهورا. خطر هذايا المخفي اللي ما يشوفش فيه المواطن العادي وعلى المستوى العالمي، أن 7 أكتوبر لم تأتي صدفة ولم تأتي سبهلة، لا، كانت نتيجة تراكم ظلمات العدو بالمعنى الفاشي النازي البربري، ودائما بآلة الغرب الأمريكية وعلى رأس أمريكا والغرب بصفة عامة. وبالتالي كانت عملية المقاومة للتفال الأقصى في 7 أكتوبر كانت استجابة في الوقت وفي الموقف وفي التاريخ لهذا العدوان التاريخي على شعبنا الفلسطيني. وطالما رأي قضية فلسطين قضية مركزية للأمة العربية، وهي قضية العالم وحرر العالم، كل خبراء وكل مختصين يقولون هذا شرقا وغربا. نتكلم على الغرب وعلى حرار العالم الذين يتحركون الآن بمئات الآلاف. هذوما بطبيعة الحال بأن ما تحلش قضية فلسطين بقضية عادلة، محل عادل، العالم سيبقى دائما ناقص أمن وناقص يعني كل سلام وأمن. و اللي نطالبوا به راهو أولا الساعة المقاومة هي الحل البديل والخيار الاستراتيجي. ما ثمحتها خيار آخر. وجرب عباس الحل يا سيدي، خلينا نقولوا السلام، ما هو بين ظفرين، خلينا نقولوا السلام بين ظفرين السلام. من وقتاش هذايا؟ من التسعينات هو جرب فيه. وين دخلنا في نفق نتاع مفاوضات عبثية. يعني حتى المواطن العادي العربي ولا في العالم ولا الفلسطيني وقت يشوف مفاوضات عبثية، أين أدت هذه المفاوضات؟ أدت إلى كانتونات المستوطنين أصبحوا دايرين بكل أبناء فلسطين في الضفة الغربية، ويعني بالعكس ما أخذه الصهاينة والمستوطنين في مرحلة ما يسمى بالسلام أكثر من ما أخذوه في وقت الانتفاضات من انتفاضة الحجارة إلى انتفاضة الأقصى اليوم في الأقصى. وبالتالي هذا الخيار اللي قالوا الأنظمة العربية أيضا، وهو خيار معروف بالنسبة للنظام المصري، من اللي كان حسني مبارك ومن اللي كان السادات المقبور سادات على عملنا الكام ديفيد، هذا خيار يسموهم السلام، هو خيار استراتيجي. لا يا سيدي، السلام هو خيار استسلامي بكل معاني، وظهر ذلك بالعيان. وهذه القمة نحب نقوله للحكام العرب هذوما، الحكام العرب راكم ما أنتم تحكم، يعني الشعب متاعكم الشعوب متاعكم راهو لا تمثلونها، أنتم تمثلون المركز الغربي الإمبريالي، وراهم أنتم عروشكم شدتها أمريكا وشدها الغرب، لأنكم أنتم حارسين. راهو إذا كان العدو الصهيوني هو القلعة المتقدمة للإمبريالية العالمية ولمصالحهم، والكيان الصهيوني حارس لمصالح الغرب، وهو يقوم بدور وظيفي. راهو حتى أنتم كأنظمة عربية
كانت مع عربيه يا السيسي ويا بتاع الاردن وغيره، راكم انتم ايضا حراس مصالح، وبعكس اخطر اخطر، لانكم انتم بطريقه ناعمه تروضون الاسود. يعني شنو الاسد؟ هو الشعب، يعني عاملينه برشا حوايج، عاملينه برشا مسافات مش متحركش يا اخي. هاي ابسط شيء بالله، وقت نقولوا معبر رفح، معبر رفح وين موجود؟ وين موجود معبر رفح؟ بالكش موجود في امريكا، بالكش موجود في في روسيا، في مصر، ومصر على ومصر على قديش تبعد على على مصر على على غزه قديش تبعد؟ اذا شنو شكون اللي عامل هال شكون اللي بالحق عامل هذايا فرض الحصار؟ النظام المصري عامل، تم متفقين هما، النظام المصري هو اللي عامل حصار على غزه. يا شعبنا العربي، انا نحب نقول من هنا وانا اوجه دائما كلامي الى شعبنا العربي، وعلى راسه اليوم شعب مصر اللي الحقيقه هو في وجه الطوق، تو دوله طوق هم وشعب الاردني. رغم انتم معناها انتم دول توق، يلزم تفكوا الحصار. راهو الجماهير هي تفك الحصار، الانظمه دي انظمه باند دورها حارس لمصالح اسيادها. انتم يا جماهير عربيه في الاردن وخاصه وفي مصر راهو نختشي، والله انا اخجل من نفسي، يعني في تونس والله اخجل من نفسي. يعني شنو الحاجه نعملها، وهاو شبابنا ايضا، يعني شنو الحاجه نجم نعملها في مقدرتنا باش نفكوا حصار؟ معناها يعني أنا نخجل من نفسنا، ومئات الأطفال تزق أرواحها ونساء. هذا الغرب يتكلم عن حقوق الطفل وحقوق النساء، وينها الغرب؟ وينها النواميس والأمم المتحدة والعناوين الكبيرة والخداعة؟ يظهر يعني بالعكس عالم متوحش يدعو إلى معنى حرب نازية ومحرقة. ولهذا أنا أوجه كلامي بالتأكيد يعني بكل قوة، خاصة أنا ديما نتكلم على أمور عملية، أنا أكثر إمكانية لفك الحصار هو الجماهير العربية في مصر والجماهير العربية في الأردن خاصة. يمشوا يا سيدي يا خز، بالكش أرواحكم أنتم أغلى من أرواح الفلسطينيين اللي ماتوا توا وسط قريب 11000 ولا إيش بي، وبرا راهو مات ألف ولا 2000 شهيد ما بين الشعب الأردني والمصري لفك الحصار. والله يدخلوا للتاريخ من بابه الواسع، ونحن ننتظر هذه اللحظة. والحقيقة الشعب التونسي قدم في كل مراحل ومازال يقدم، ونحن دائما على موعد قدام سفارة أمريكا غدوة فقط، نهار الأحد دائما نهار الأحد قدام سفارة أمريكا لطرد السفير وغلق السفارة، وما زلنا نطالب بطرد السفير الفرنسي وغلق السفارة، وما زلنا نطالب الغدوة في سفارة ألمانيا وسفارة إيطاليا. وبالتالي احنا كشعب راهو لان بعاد على التوق، بعاد مشينا دول التوق، ولكن موقفنا دائما يبقى مع الخيار المقاومه. خيار المقاومه هو الخيار الاستراتيجي، وبدوله حل القضيه الفلسطينيه بشكل عادل العالم لن يهنأ لا بالسلم ولا بالامن. شكرا.